اسمي احمد طبليه من الشام من الشاغور. طلع اخي من البيت رايح على اكسراي، وقفوا باكسراي طلب الكملك تبعه. زاد الكملك تبعه كان بالبيت، نسيانه بالبيت. دق لي تليفون قال لي انا وقفوني باكسراي. طبعا بين ما خبرني نزلت وقفت التاكسي وطلعت على اكسراي، بس ما لحقته يعني خلال 20 دقيقه وما لحقته، هن ما صبروا عليه، راسا حولوه على الاسيويه. نزلت لعند الساعة 8 الصبح سألت عنه، قال هو ماله هون. طيب شلون ماله هون؟ قال نحن رحلنا. نزلت على البيازيد قلت لهم بس اخي توقف وبدي اعرف لوين حولتوه مشان الكملك تبعه. اما مشوني قالوا روح على الطرف الثاني. رديت رحت على الطرف الثاني ردوا نفس الحكي، مشوني قالوا روح على هذاك الطرف. طلعت شي 4 مرات من هون لهون ما استفدت شيء. الساعة 4 دق لي اخي قال لي انا في ادلب. طيب تمام رحلته، طيب اذا كملك اسطنبول وطالب مدرسة هو في تركيا شلون بترحلوا؟ لمين سلموا؟ سلموا لجبهة النصرة.